شخصيه بعد ما بنخلص تصوير والريد كاربت والحاجات دي. ندى اللي انا شايفاها دلوقتي صح طول الوقت طول الوقت بيجامة طول الوقت. وبعدين شفتك برضه بتحبي اللعب، انت منطلقه وبتحبي اللعب، بنقدر نقول ان انت من الناس الاكتف في حياتهم. والله شكرا ربنا يكرمك جالي احساس غلط شكرا لا انا اكتف ومش اكتف، يعني لما ببقى اكتف ببقى اكتف على الاخر، عارفه اللي هو ايه، بس ببقى برجعش البيت. لما بقعد في البيت بقعد في البيت. انت برج ايه؟ اسد. ما عشان كده صح. الاكستريم الاكستريم بالظبط. وبعدين كل حاجه بضمير قوي، يعني أيوة هتشتغلي أيوة. تشتغلي بضمير قوي، هتقعدي بضمير قوي اسبوعين استريح عادي بس الاسد مصرف، مسرفه شويه، ايديكي مخرومه يعني ما بتيجي. لا مخ مصر، لا مسرفه زي ما انا بقول لك بسبب لا مسرفه جدا. بتحبي الحاجات الغاليه قوي برضو، الاسد بيحب دايما الحاجه الغاليه. لا يعني يوم ما يشتري يشتري جامد. لا انا حاجتي غاليه عليا، حتى لو حاجة صغيرة طالما حاجة أنا اشتريتها بفلوسي وبطاقتي وبمجهودي وبوقتي محدش يبوظها لي. زمان وأنا صغيرة لما حد يدوس على رجلي غصب عنه كانت مامي بتقول لي وين صغيرة، فأروح دايسة على رجلي، يعني مثلا دوسي على رجلي مش قصدي، ناس كبار بقى. استنى 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 روح.